حكومة تصريف الأعمال محمد شتية. إلى هناك. في انتظار أن يصل إلينا الصوت من المصدر إذن لكلمة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية. إذن هذه الكلمة لرئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية هي في مستهل أعمال الأسبوعي. إذن هذه الكلمة تأتي بعد أن أعلن تقديم استقالة الحكومة إليها. دولة ماركة عن القانون الدولي ومحاسبتها على ذلك. يجب إجبار إسرائيل على إعادة ربط المياه والكهرباء التي قام وزير الطاقة الإسرائيلي بفصلها عن غزة بيده، ولم يكن انقطاعها نتيجة دمار أو عطل في الأجهزة والبنى التحتية. يجب على إسرائيل أن تسمح لسكان شمال غزة بالعودة إلى بيوتهم. أطالب مرة أخرى نقابة الصحفيين الدوليين البدء بحملة منظمة من أجل السماح لدخول الصحفيين الدوليين لتغطية ما يجري في غزة، وأثني على جهد الصحافة الفلسطينية والعربية التي تعمل ليل نهار لنقل صورة الجرائم والمعاناة في قطاع غزة وهنا في الضفة الغربية. أحيي رؤساء العشائر من أهلنا في القطاع الذين رفضوا رفضا قاطعا للتعاون مع قوات الاحتلال. على إسرائيل أن تسمح للمؤسسات الدولية العمل في كل أنحاء قطاع غزة وخاصة في الشمال، وأن تسمح بإيصال المساعدات عبر مؤسسات الأمم المتحدة وتلك الأخرى ذات العلاقة. لم يعد مقبولا هذا الصمت الرسمي، ولم يعد مقبولا الاكتفاء بجولات في الأمم المتحدة تحبطها الولايات المتحدة بجرد قلم تسمى الفيتو. إن الذين يقتلون في غزة ليسوا أرقاما بل أطفال وأناس، وعلى الدول التي تسند إسرائيل وتتعامل معها أن تشعر بالعار من مواقفها. مجلس الوزراء يتابع مجريات الأمور في غزة وهنا في الضفة، ويناقش المخطط المكاني لأراضي دولة فلسطين وترتيبات شهر رمضان الفضيل. وشكرا. إذن